في محافظة طوباس نظم نادي الأسير وفعاليات وطنية ومحلية اعتصاما تضامنيا مع الأسير محمد التاج الذي يعاني من حالة صحية صعبة وضيق تنفس، وحذر المشاركون من خطورة ما وصلت إليه حالة التاج محملين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير. بناشد العالم كله، عربي وإسلامي وأجنبي من جميع العالم وأصحاب الضمائر الحية إنهم يقفوا مع محمد وقفة جادة، لأنه محمد دافع عن الأقصى كثير، وهدفه كلياته واحد، إنه يدافع عن الأقصى أكثر من كل شيء. تتفاقم هذا المرض وصل إلى مرحلة خطيرة، وهو ضيق التنفس، الانسداد في الرئتين، وبالتالي يعيش الآن على بالون أكسجين داخل السجن. هذا الوضع يعني قتل للأسير محمد التاج. يجب العمل بسرعة الآن لإطلاق سراحه حتى نتمكن من إعطاء العلاج في الخارج، لأنه بقاؤه بالسجن يعني الحكم عليه بالإعدام. العمل من أجل إطلاق سراح الأسير محمد التاج وكل الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال. آن الأوان أيضا لأن يكون هنالك موقف جاد لمن يدعون مبادئ الحرية والديمقراطية في العالم الحر، لأن يتدخلوا من أجل وقف هذه الجرائم التي ترتكب في داخل سجون الاحتلال ضد الأسيرات والأسرى. كلفنا محامي لزيارته يوم غد للإطلاع على الملف الطبي، وليستعد لتقديم مرافعة مناسبة أمام اللجنة الطبية. أرجو أن يطلق سراحه بعد غد وأن يصار مباشرة وبشكل فوري إلى تقديم العلاج وبشكل مكثف له، وإذا اقتضى الأمر بكل تأكيد يعني سيادة الأخ الرئيس ووزارة الصحة لن يتأخروا إطلاقا، وأرجو أن لا تعيقنا إسرائيل في إيصاله إلى أي مكان يمكن أن ينقذ حياته. ولتسليط الضوء على وضع الأسير محمد التاج معنا في الاستوديو السيد حلمي الأعرج مدير مركز حريات. سيد حلمي، هل لديكم أي معلومات جديدة فيما يتعلق بالأسير التاج؟ نعم، يعني الجديد هو خطورة حالته بكل ما تعني الكلمة من معنى، خصوصا أن محامية حريات بالأمس أثناء زيارتها إلى سجن هدريم حاولت لقاء الأسير محمد التاج لكنها لم تتمكن، لأن الأسير محمد يعيش على التنفس الاصطناعي، وبالتالي لا يقوى ولا يستطيع أن ينتقل من مكانه بدون هذا الجهاز. الأسرى الذين تم لقاءهم أفادوا بهذه المعلومة وناشدوا كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم، ناشدوا الجميع بلا استثناء كي يتحملوا مسؤولياتهم اتجاه الأسير محمد التاج، وأن يتم إطلاق سراحه فورا وتحميل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته. ماذا تفسر عدم التجاوب من قبل الاحتلال بيعني إطلاق سراحه أو نقله إلى مكان لعلاجه حتى يتم تجاوز مرحلة الخطورة التي تعرض لها سيد حلمي؟ يعني هذا الاحتلال يمعن في سياسة الإهمال الطبي اتجاه أسران المرضى، وبنفس الوقت يحاول أن يؤثر على معنويات الأسرى ويهدف إلى كسر إرادتهم من خلال تعذيب الأسرى المرضى وإبقائهم أطول فترة في السجن، وكأنه يحكم على هؤلاء بالإعدام، إذ هو يدرك جيدا أن هناك عدد من الأسرى المرضى من ذوي الحالات الحرجي والمستعصي ينبغي الإفراج عنهم، ولكنه لا يفعل بشكل مخالف لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويبقيهم عذابا لهم ولعائلاتهم وللحركة الأسيرة. ولذلك حان الوقت في هذه المرة كما كان ينبغي في كل مرة أن نلاحق هذا الاحتلال وندينه ونحاسبه على جرائمه اليومية بحق أسرانا. الأسير زهير لبادي استشهد قبل عدة أشهر ولم يحاسب الاحتلال على هذه الجريمة. هناك خطر على حياة الأسير محمد التاج ورياض العمور وعدد آخر من الأسرى المقيمين الدائمين في مستشفى سجن الرملة، ومع ذلك
المجتمع الدولي يقف. سؤال أخير أستاذ حلمي، هل يعني تولدت لديكم قناعات بأن الاحتلال يريد أن يجس النبض ويصل بكم إلى نقطة لا سمح الله أن يصل إلى عملية الاستشهاد لمحمد التاج أو غيره من الأسرى المرضى الذين بلغوا مراحل خطيرة في هو الوضع يحاول الصحيح. أن يستنزف الأسرى المرضى ويحاول أن يستنزف الحركة الأسيرة، ولكن دائما هو يسعى للتهرب من المسؤولية. هكذا فعل مع الأسير زهير لبادي وأطلق سراحه قبل أقل من أسبوع على استشهاده، والخوف أن يتم في هذه المرة سواء مع الأسير محمد التاج الذي نتمنى له الصحة والعافية أو مع غيره من الأسرى. لذلك حان الوقت أيضا من قبل المجتمع الدولي أن يتحرك بكل ثقله لإنقاذ حياة الأسير محمد التاج، رياض العمور، وكل الأسرى المرضى خاصة الحالات المرضية الصعبة. شكرا لك سيد حلمي الأعرج، مدير مركز حريات، أشكرك.